استضافت قاعة محمد أبو نديرة ندوة نقاشية اليوم تحت عنوان البوك تيوب المؤثرون الجدد فيما يقرأ الشباب. الندوة كان حملت عنوانا في غاية الأهمية وتفاعل معها جمهور المعرض لا سيما من الشباب. ناقشت أفكار ومؤلفات الشباب عبر الإنترنت واليوتيوب والذين لقوا اهتماما نقديا ومتابعة كبيرة الفترة الأخيرة. شارك في هذه الندوة عدد من الكتاب ندى الشبراوي، عمرو المعداوي ومحمد شادي، واتفق الحاضرون على أهمية أن نستخدم لغة جديدة في الكتابة تناسب إيقاع هذا العصر. احنا ده موضوع اول مرة يتم التطرق ليه على مستوى يمكن الوطن العربي كله، وهي ظاهرة جديدة اسمها البوك تيوب، وهي عبارة عن شباب كلهم تحت يمكن 24 سنة مهتمين بالقراية وبيقروا وبيطلعوا بيعملوا ريفيو للشباب الاخر على قناة اليوتيوب بتاعتهم، وبيعملوا لهم ريكومنديشنز وترشيحات لكتب. دي ظاهرة يعني جديدة على الوطن العربي، ودي بتقول ان في جيل جديد كبير بيقرأ صغيرين وبيكلموا بعض بطريقتهم، مش مقالة في مجلة كبيرة او المجلات الادبية، ده بطريقة مباشرة وناس على طبيعتها جدا بتتكلم لغة عادية وبتتكلم عن ايه الحاجات اللي هم بيحبوها او اللي بيقروها والترشيحات. هي الفكره بس انه في ناس كتير مش عارفين يعني ايه بوك تيوبينج، او مش عارفين ان في ناس بتقدم كونتنت او محتوى ثقافي هادف على اليوتيوب. ناس كتير متخيله ان الشباب كل الحاجات اللي بيتفرجوا عليها الهيتس والترندز وكده، مع انه في حاجات كتير ليها معنى بتتحط على اليوتيوب. هي الندوه يعني بمناسبه معرض الكتاب، الهدف ان هي تعرف الناس انه في حاجه اسمها كده.